لا ما شاء الله، بدل ما انا سي تي اس كادلك سي تي اس 2019 كان عنده مشكله في الشاشه اللمس. طبعا الشاشه اللمس كانت متوقفه ومشهبه بالمره. هذه هي الشاشه اللمس القديمه، شايفين كيف منتهيه بالمره. بدلنا شاشة لمس جديدة ما شاء الله تبارك الله. نشوف الآن هذه الشاشة لمس، كل شيء شغال معاها، كل شيء شغال معنا ما شاء الله تبارك الله. هنا المكيف، تكييف، كذلك البرودة والحرارة، كذلك الاعدادات السيتين كلها شغاله معنا ما شاء الله تبارك الله. الله يبارك لك. الصوت شغال، التكييف شغال، كل شيء شغال، الله يبارك لك. رجاء الاشتراك في القناه متابعتكم الجديد، اخوكم ابو الوي 0577993772.